إلا أنه إذا اتخذه ديدنه وهجيراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السفيه الذي ترد شهوته اسمعوا الآن وين هذا صاحبك أبو أبو سعدي كل ما طعم بسأل إن شاء لك فمسك نقرأ أورادنا أقرأ سورة ياسين البوطي كان نقرأ الصبح والمساء بدنا نذكر مئة مرة استغفار كما أرشدنا الشيخ صالح الفرفور لا إله إلا الله مئة مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة كل ما طلعت بس احط لك انشاء ها آه. اسمع الى هذا الكلام الا انه اذا اتخذه ديدنه وهجيراه اكثر الناس على هذا وقصر عليه اكثر اوقات فهذا هو ايه؟ شو سماه؟ السفيه الذي ترد شهادته <applause> شو قال لك هذا معلمك ابو قاسي قال له لا تجعل كارك ولا تقيمه من بالك هي الأناشية لا تجعل كارك عملوا كار ومصلحة يا الله يا الله ولا تقيمه من بالك خليك شو سيدي الله شو سيدي بيقعد بنشدنا قصيدة محمدية مضارية بذكر بين الفينة والفينة بسم الله فإن المواظبة على اللهو جناية يعني في خدمة شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحبيب الله يرضى عنه العمر كله يمكن مرات ابنه هيك يحط له مين من المشيدين مسلم البيطار يقول لي هذا هيك عبر لي درويش هذا يعني يقصد بكلمه درويش انه من احباب الله مرات يعني كم مره بالاصابع اما بقيه العمر كله وهو في السياره يقرا القران ويصلي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ويراجع العلم والذكر والفكر وال وين الان؟ انا لله وانا اليه راجعون بالله والله خود خليك عم تسمع شو بعثت لك الان 100 ساعه ان شاء اسمع شو 100 ساعه كه... كه فهمان ان فهمان انا لله وانا اليه راجعون قال وترد ترد شهادته فان المواظبه على اللهو جنايه وكما ان الصغيره يا مشوش وين هذا؟ بالاصرار والمداومه تصير كبيره ها ايش تصير كبيرة على اكثر ناس ما يبالون والصغار يا سيدي نظروا لك اخي صغير اصريت عليها صارت ايه كبيرة وقد تضر الصغيرة كما يقول غزالي في مكان اخر اكثر من الكبيرة تضر اكثر كيف مثل قال عندنا صهريج ماء وعندنا صخرة لو صببنا الصهريج على الصخرة مرة واحدة لا تكسر ولا تثقب الصخرة قالوا ولكن لو ثقبنا الصهريج ونزل الماء قطرة قطرة فوق هذا فوق هذه الصخرة فإنها تثقب كذلك الصغائر كذلك الصغائر قد يعني إنسان يقع في كبيرة يتوب إلى الله يا ربي يبكي ويقلع عن الذنب ويعزم على لا يعود إلى يندم على فعله يرد الحق إلى أهله تاب الله عليه خلاص مش الحال لكن مشكلتنا مشكلة الآن طلاب العلم والملتزمين هذه الصغائر الآن التي إيه؟ لا يبالون بها يعني, النّ يعني الناس يعجبون إذا سمع في الدرس عقول الله النظر للنساء لك وين قاعد أنت خلاص لأ أنا شو سيدي هذا في العيادة عنده بنت طوال نهار عم طلع فيها وهذا عنده بسوق الحمدية أربع خمس بنات عم يتفتلوا شو سيدي بدون حجاب ومحمرين وهذا وهذا, وهذا أم فلتانة إيه إلا من رحم ربي إلا من رحم ربي كله لابس بناطيل وحاطة إشارة لابسة بناطيل تحت مت... كأنها عارية وفتنتها أكثر من العارية أين الخوف من الله إنا لله وإنا إليه راجعون طب هؤلاء ب... آه... عندهم قلوب والله عجب والله عجب والله يشهد ربي الله يثبتنا نعيش في المساجد إذا ابتلينا بجلسة هيك فيها شيء من الغفلة شو يبشو... إلا تكركب القلب ف والله هيك بصير معنا فعجب لمن يعيش هذا الان اه يصر على الصغائر ويفعل هذا مات ما ما قلبه ما عنده قلب هذا تقول له بقول لك اخي العباده بين السيئان مو بين الحيطان لك يا بهيم مو انت تجيب الفتنه وكذا ام والله اضطررت انت الان في السوق عم طررت ذهبت اشتريت تريد ان تجلب الرزق لاولادك ما وقع بغته ما انت تاتي بالدب الى كرمك تاتي بالفتنه الى الى محلك اه ثم تقول والله العباده بين السيئان وبين الحيطان خرج من هذا التخليط تلبيس ابليس تلبيس ابليس يلعب بهم الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لك هي مثل بنتي أه؟ أه؟ شابة هو عمره أربعون سنة وبنت عمر عشرة بيلا مثل بنتي الله يرضى عليك قد يطبطب لها وقد أعوذ بالله أنا مثل بنتها يعني لكن أنت بنتك لا, لا يجوزك أن تقبلها من خدي ولا أن تمسها إلا للضرورة أه؟ بنته بجوز واحد يمسك يحط إيده على بدنها ولا أه؟ عند الاضطرار حملها الدكتور الآن إن لله وإنا إليه راجعون قال وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة تصير كبيرة فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صغيرة وهو كالمواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر, والنظر إلى لعبهم على الدوام الاكثر الناس متابعه التلفزيونات متابعه باسم الالعاب وباسم بده يتابع الرياضه وباسم ايه بشوف بقى ساعه بيطالع رجال وطالع بنسوان عم يلعب رياضه يقول لك انا لي هوايه من احدكم حتى يكون هواه تبعان لما جئت به لقم اسمعتم موعظه سيدنا علي بن ابي طالب قبل خليل رضي الله عنه كلام الحق يا شيخ مرعي لا تأخذوا إلا من العلماء الزهاد الذين همهم الآخرة أبدا الذي هم الدنيا ما تأخذ منه صوابا انتبه عنده تلبيس لبس عليه الشيطان سيدنا علي بن أبي طالب جاءته خلافة وزهد فيها وعلم فضل حقائق والله مر معنا كلام والله أغلى أغلى من ماء العينين في ذكر حقيقة الدنيا وغدا يذكر لنا عن العلم وعظمه العلم الشيء العجيب لا اله الا الله والله وكان ملكا يلقنه الكلام يا حبيبي سيدي ابو الحسن يا رب تبنا اليك يا رب تبنا اليك تبنا اليك وهو كالمواظبه على متابعه الزنوج والحبشه والنظر الى لعبهم على الدوام فانه ممنوع ليه وان لم يكن اصله ممنوعا إذ فعله الرسول الله صلى الله عليه وسلم آه. وإن لم يكن أصلا الموافقة عليه هون المصيبة الكبرى